السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. وفيديو النهاردة عن حفل ومراسم تنصيب الرئيس الأمريكي رقم 46 جو بايدن بعد نجاح العملية الانتخابية الأمريكية لانتخابات الرئاسة الأمريكية ونهاية ولاية دونالد ترامب. نجح الرئيس الأمريكي حاليا، نقول عليه الرئيس لأن الحفلة بتاعته انتهت خلاص، جو بايدن، وما اعترفش الرئيس الامريكي بنتيجه الانتخابات. ارجو من حضراتكم ما حدش يسيب الفيديو، الفيديو ده مهم جدا وهياخد من حضراتكم 5 دقايق، ولكن حضرتك هتعرف ايه قصه السياسه الامريكيه ومين هو الرئيس الامريكي وتاريخه وخلفيته، وهل الرئيس ده بيجي ينفذ سياسه خاصه بيه هو ولا بينفذ خطه دوله بيتم اعدادها ليه عشرات السنوات. قبل الكلام ده كله نقول لحضراتكم ما تنسوش الاشتراك معانا في القناه ولايك وشير للفيديوهات بتاعتنا. بحبكم في الله. مصر الحضارة، سلامة رمضان. النهاردة تم تنصيب الرئيس الأمريكي رقم 46 جو بايدن على خلفية نهاية الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، والحفل أقيم النهاردة وترامب غادر البيت الأبيض قبل ما جو بايدن يستلم الرئاسة وخد زوجته وذهب لولاية فلوريدا ليعيش حياته. لما نجحت الانتخابات الأمريكية وانتهت وفاز فيها جو بايدن، الرئيس الأمريكي ما اعترفش بالنتيجة اللي هو دونالد ترامب، وتم الطعن على أكثر من ولاية في نتيجة الانتخابات، وتم فرز الأصوات مرة أخرى وأعلن فوز الرئيس جو بايدن، ولكن برضو دونالد ترامب مش معترف بالنتيجة، فدعا اللي هم أنصاره إلى اقتحام مجلس الشيوخ الأمريكي، لأن رئيسة مجلس الشيوخ الأمريكي دعت إلى استخدام القانون والدستور وعزل ترامب قبل نهاية ولايته، نظرا لأنه هو قالوا أنه هو خطر على الأمن القومي وهم كانوا خايفين منه من تسريب أي معلومات. طيب هنقول القصة ازاي، مين هو جو بايدن. اولا جو بايدن هو يهودي الديانة، عشان بس نعرف جو بايدن وحب اسرائيل له وفرحتهم ان هو مسك الحكم، طبعا بالرغم ان اي رئيس امريكي بيجي بيساند اسرائيل، ولكن هو يهودي الديانة. جوزيف بايدن اللي هو الابن سياسي امريكي والرئيس الامريكي المنتخب رقم 46، وهو سياسي محنك ومحامي امريكي سابق، كان نائب رئيس الولايات المتحده الامريكيه في الفتره الاخيره اللي هي كانت بتاعه اوباما من 2009 ل 2017، يبقى هو كان نائب لرئيس الولايات المتحده الامريكيه باراك اوباما، عشان نعرف بس الراجل ده تم تصعيده ازاي، وان الحاجات دي ما بتجيش في امريكا بانتخابات فقط لا غير، لا امريكا بتكون رسمه خطه مين اللي هيمسك او مين او مين، لازم يكونوا حاطين خطط للي هيمسك السياسه الامريكيه، لان هو بيخطط بينفذ مخطط دولة، مش زي او مش زي الدول العربية ان الرئيس هو اللي بيدير كل شيء، لا السياسة الامريكية بتحط الخطة بتاعتها والرئيس بيجي ينفذها مع بعض التعديلات بقى، الحاجات اللي هي البهارات بتاعته اللي بيحطها. ابنائه عنده 4 اولاد، عنده 4 اولاد، ابنائه اسمائهم غريبه كده، هتري بايدن وبويا بايدن وايشلي بايدن ونعومي كريستين. طبعا كان متزوج زوج قبل كده وماتت، وبعدين تزوج جيل بايدن في 1977. هو من مواليد 20/11/1942، ونقول عمره تقريبا 72 سنة، 72 سنة رئيس ويحكم. أمال إحنا في الدول العربية بنعترض على الرئيس لما يكون كبير ليه؟ مش عارفين ليه، ولكن طبعا مع احترامي للكل هي دي الديمقراطية. عمل جو بايدن كمحامي منتدب في ولاية ديليرو، وانتخب ليكون قنصل مجلس مقاطعة نيوكاسل 1970، حتى 72 قرر الترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي، تسلم مكتبه ولقبه كسيناتور 1973، وكان عمره في الوقت ده 30 سنة. وطبعا ده يعني كراجل سياسي محنك ويمسك ولاية أمريكية، طبعا ده شيء جميل يدل على أنه هو سياسي كبير. معارضته كان معارض لحرب الخليج عام 1991،
ولكنه دعا بلاده حلف شمال الأطلسي إلى التدخل في حرب البوسنة والهرسك من عام 1994 لعام 1995، وأيد قصف صربيا عام 1999. الراجل خلفيته يهودية، صوت بالموافقة لصالح قرار شن الحرب على العراق عام 2002. تخيل حضراتكم يوم 1000 قرر صوت بالموافقة لصالح قرار شن الحرب على العراق أيام غزو العراق. صوت كمان لصالح غزو أفغانستان، أيد فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة يهودية لإسرائيل واحدة للفلسطينيين، مؤيد شديد أو شديد لإسرائيل. درس مادة القانون الدستوري بكلية القانون عام 1991. تسلم في ولاية أوباما أعلى وسام مدني في أمريكا، وهو وسام الحرية عام 2017. أعلن منتصف 2019 ترشحه للرئاسة في 11 فبراير في شهر فبراير عام 2020. موعد تسليم السلطة في أمريكا الأصول إن هو يكون يوم 2021، وبعد الانتهاء من الانتخابات في فترة انتقالية بيقودها مجموعة من الأشخاص بيتم انتخابه من قبل الرئيس اللي هو نجح، الحين هو يتسلم مراسم السلطة في 2021. دعا الديمقراطيون على رأسهم رئيس مجلس النواب نانسي بلوسي إلى عزل ترامب لما نجح في الانتخابات جو بايدن ورفض يسلم السلطة لترامب، فهم دعوا إلى عزله، ولكنه دعا مناصريه إلى اقتحام مجلس النواب، وبناء عليه تم تدخل الجيش لحماية الديمقراطية وحماية حفل التنصيب، وانتشر في واشنطن لمدة أسبوعين تقريبا لحين تسليم السلطة لجو بايدن اللي هو تسلمها النهاردة. وبذلك يبقى جو بايدن هو الرئيس رقم 46 لأمريكا. يهمنا في ايه الكلام دوت؟ لازم يكون عند حضرتك خلفية سياسية على الأقل باللي بيحصل في العالم وبرؤساء العالم وسياسة الناس دي والدول دي. نتمنى الخير لكل دول العالم، ونتمنى ان جو بايدن يكون يعني ذو فكر معتدل ومستقيم في التعاون مع الدول العربية والدول الإسلامية، ولو اني اشك في الكلام ده ان هو يعمله، لان اغلب الناس دي طبعا جاية بخلفيات تقسيم للدول العربية، اللي احنا نتمنى ان شاء الله المخططات دي تنتهي وان هم ما يقدروش ينفذوا مخططهم في تقسيم الدول العربية. وطبعا هو الراجل عنده خلفية كده بيتكلموا عنها ان هو عنده يعني زي غلظة من مصر وعدم حب لمصر، ولكن احنا ما يهمناش حد، الحمد لله مصر دولة قوية وعظيمة برجالها وبقواتها وبرؤسائها وبزعمائها وبشعبها العظيم اللي هو بيقدر يتغلب على الصعاب، واحنا الحمد لله دولة قوية بخيراتها وبثرواتها، ونتمنى ان احنا الدول العربية كلها تتحد مع بعضها يدا بيد وكتفا الى كتف من اجل القضاء على مخطط التقسيم، او زي ما بيقولوا مخطط الربيع العربي اللي هم بيتكلموا فيه. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها، ونسألكم الدعاء والسلامة، وما تنسوش الاشتراك في القناة بتاعتنا والشير لفيديوهاتنا، وبحبكم في الله وبشكركم على الدعم الكبير جدا لمصر حضارة سلام رمضان. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.